السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس؟ على خير؟ هاني الامور. الفيديو اليوم انا عن طريقه تغليف توق الشعر، يعني البوندو بالثوب. هذا الموديل راه موضه في هذه الفتره، وخصوصا لما يتلبس بالثوب ديال القطيفه، يعني المبرة، يعني المخمل. الشكل ديال هذا البوندو كيجي هكذا، في الوسط عندنا كتجي هذه العقده، هنا ملبس من الداخل، عندنا فيه خياطة فقط من الداخل، لكن من الخارج عندنا مفيني. يعني هو جميل جدا صراحة ملي كيتلبس، وحتى في الخدمة ديالو، يعني في الإنجاز ديالو سهل وبسيط. تبعوا معايا إن شاء الله المراحل، غادي يجيكم يعني عاد تستوعبوه دغيا. إذا غادي نشوفوا دابا طريقة رسم الباترون. لاحظوا معايا هاد الطوق عندي فيه هاد المسافة، فيها 37 سنتيم، وهنا عندي فيها 1.5 سنتيم. فنعرف بأن الأسواق كاينة فيها هاد البندوات يعني كبر من هذا أو صغر منه. إذا أيا كانت المسافة غتزيدي ليها 19 سنتيم، واضح؟ 19 سنتيم. فأنا عندي 37، زدت لها 19، يعني الطول ديال هاد القطعتين، حتى غنكون هنا هنايا جوج قطع، الطول ديالهم الكامل غيكون 56 سنتيم. فأنا ما غاديش نخدم بستة وخمسين كلها، غنخدم بالنص ديالها، يعني 56 على جوج، مقسوم على جوج، يعني غادي نخدم ب 28 سنتيم. اذا غادي ناخذ مستطيل، الطول ديالو 28، من هنا لهنا 28 سنتيم. والعرض 10، غنجي من هنا وغادي ننزل ب9. هنا هاد المسافة غنقسمها في النص، ف 10 سنتيم غنقسمها في النص، يعني غنخدم بخمسة. ها هي 5 سنتيم، من هنا غادي نخرج بواحد ونص، ومن هنا واحد ونص. الآن غادي نسير هاد النقطة بهادي وهادي بهادي، فبالنسبة للقيمة 19 سنتيم، الدور ديالها هو تعطينا هاد العقدة، ها؟
يعني كمية ثوب إضافية على 37 سنتيم باش كتجينا هاد العقدة هكذايا في الوسط، بالإضافة لسنتيمين الخياطة من هنا ومن هنا، حيت البوندو راه مشدود من هنايا بالخياطة. إذا شنو بقى لنا هنايا بالنسبة لهاد واحد ونص واحد ونص، يعني القيمة ديال هاد المكان كله 3 سنتيم. الان تلاحظوا باللي عندنا هنايا زاويتين، فخصنا ضروري ما نعمل لهم تخفيف هكذا، نجيب بحال هكذا كنطلع بحوالي سنتيم هنا وكنعمل واحد القويس خفيف باش يجيني هذا القوس متطابق مع هذا. انا كنفصل يعني كنقص هذا الباترون هنا، صافي دابا راه مكتمل. نمشي على هاد الخطين، وهنا باش نجيب هاد القوس بحال هذا كانت اثنين الورق هكذا، كنتنيها في النص. وأقص نتأكد بأن يعني الأطراف مقادة، فوالا وأقص. الآن حصلت على يعني قوسين متطابقين، صافي هاد الباترون ديال هاد القطعتين هو جاهز. من هنايا غادي نحطوه على الثوب متني، الثوب متني انا غنوريكم الطريقه كيفاش. غنحتاجو كذلك قطعه اخرى، طولها ناقص سنتيم على هذا، ف انا خدمت هنايا ب 28. هاد القطعه غيكون الطول ديالها ناقص واحد، يعني غادي نخدم ب 27. واضح؟ والعرض 4 سنتيم. ناخذ قطعه ثوب مستطيله نديرها في النص هكذا الاثنين، من بعد على اربعه، هادو القطعتين ومعاهم هاد الشريط غيتخيط بالداخل، ما غاديش يجي باين نهائيا. يفضل انه يتفصل من ثوب خفيف، يعني الثوب اللي كنخدموا به في البيطنات المعاطف ولا الجيوب. الان واحد في هادو نخليوه جانبا، والثاني غادي نتنيه في النص هكذا، انا اخترت نخدم معكم في هذا اللون واضح باش يعني باش تظهر لكم التفاصيل، حيت في هذا اللون هذا مغلق ما غاديش تشوفوا معايا يعني الخدمه كيفاش. فبعد ما تنيت
غادي نجي من هنا لهنا، غادي نوضع علامة ديال 9 سنتيم. هنرسم خط. غادي نجي للمنتصف حيت حدايا خدمنا ب10، غادي نجي للمنتصف يعني 5، غنوضع علامة. من هنا لهنا غنطلع بنصف سنتيم، ومن هنا غنزل بنصف سنتيم، يعني من هاد العلامة خصني يكون عندي هنايا سنتيم كامل. نجي هكذا باش تشوفوني شنو كنعمل. فهذا المنتصف من هنا نصف سنتيم، ومن هنا كذلك، يعني هاد المسافة من هنا لهنا غتكون عندي سنتيم واحد. الآن غادي نتني التاوب بحال هكذا على العلامة المنتصف، وغادي نقطع هاد السنتيم نيب يعني بحذر باش ما تقصوش بزاف، اي ديك السنتيم فقط لا غدا. هما خرجوا لينا دابا جوج ديال القصات، وحده هنايا وحده هنايا. هاد القصات ما غاديش نخليهم هكذا، غادي نخدموهم تماما بحال اللي كنعملوا الفتحات ديال الازرار، باش حتى ما يبقاش يتفزر، يعني يبقاش يتسل. بعد ما كملت الخياطه ديال الفتحات غتخدموها اما يدويا اما بالماكينه. الان غادي نجيب هادي وهادي معا، غادي نتني سنتيم فيهم بجوج، وغادي نخيطو يعني فقط من هاد الجهتين، هادو لا، حيت هاد المكان هذا غادي يبقى ليا مفتوح منو غندخل البندو، لكن هذا غادي يتخيط بصفة نهائية. الآن بعد ما نخيطو بالماكينة غادي نجي لهاد القطعة هادي، من الأفضل تمر عليها بالميكوات هي وهادي باش نحدد المنتصف. غادي نطبقو هاد الخط مع هذا هكذا بالدرافيس، فهاد الطريقة غادي تجبينا خياطة متقنة، بحيث غادي نمشيو التنية مطابقة لأختها هكذا. على هاد الخط غيسهل عليا نمر بالخياطه على بعد سنتيم منه من هنا وسنتيم من هنا، يعني هاد المسافه غيكون فيها سنتيمين. فهاد السنتيمين راهما كافيين باش يدوز منهم او يمر منهم البندو. اذا هاد الجهه اللي مفتوحه غادي نبدا بالخياطه من هنا على السنتيم اللي ذكرت، وغادي نوصل هنا، وغادي نخيط جوج مرات باش الخياطه ما تتفكش. ها غنخيط جوج مرات يعني غادي نرتق، ومن بعد غادي نولي ننزل حتى لهنا ونوقف.
دابا غادي نطابقوا القطعتين معان الوجه عند الوجه هكذا. هنجيبوا هاد الجهة اللي خيطنا مع هادي صافي. غادي نمروا بالخياطة هكذا هكذا، وهادي غتبقى مفتوحة. انتبهوا هنايا واحد الحاجه مهمه، فلما نجيو نقصوا هذا الفائض الجهه اللي عندنا مفتوحه ما نوصلهاش بالمقص، يعني نبقاو بعاد عليها بحوالي سنتيمين ها، باش لما نلفوا هاد الباندا هاد البلايص مابقاوش يتشنتفوا لينا ان شاء الله. واضح ها؟ دابا الان غادي نقلب هاد الشيء كامل غنخرجو ياك، وغادي ندوز الميكواتس باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا غادي نقلبها ونحددها ونعود. صافي انا دخلت البندو هكذا كيجي ديك العقده من الوسط. هنا هاد الفتحه كنشدوها بالإبرة والخيط فاذا شفتي راسك الخيط غادي يجيك باين ما بغيتيهش يجي في الواجهه، فافضل تستعمل الساق كيجي افضل. فهذا الشكل النهائي ديال البوندو او طوق الشعر، كيجي رائع جدا جدا لما كيتلبس. فكرة مشروع بحال اللي كتبتكم في العنوان، وكذلك فكرة ممتازة نستغلوا ديك لي شوت ولا بقايا الأتواب نبنوا بهم حاجة نافعة وعلى الموضة. بقالي نشير لواحد الحاجه مهمه، في حاله ما اذا كان عندك البوندو عريض على هذا اللي خدمت معاكم، فولا بد ما تفصلي الشريط الداخلي يكون اكثر من 4 سنتيم، وهذا المسار غادي ترسميه يعني بمسار اكثر من 2 سنتيم اللي خدمنا، والفتحتين اللي غادي يمر منهم البندو حتى هما يكون الحجم ديالهم او نقولوا الفتحه تكون اكثر من سنتيمين. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بالقناه وعجبهم من المحتوى اللي فيها، تفضلوا بالاشتراك ولا تنسوا النقر على الجرس لتتوصلوا بجديد الدروس.
والمشتركين ما تنساوش تدعموا القناة بالبارتاج باللايكات وبالتعليقات. أشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين.